طيب القاضية ممكن، القاضية ممكن، الحمد لله بقت ممكن وأصبحت ممكنة. أنا ليه بعلي صوتي وبقول القاضي؟ طبعا أنا مش هعرف أقلده لأنه ده في حتة تانية. المعلق الكبير عصام الشوالي، أنا بحاول أقلد اللي هو قاله، ولكن عصام الشوالي في حتة تانية بالنسبة للمصريين الحقيقة. يعني كل المصريين عارفين إن هذا الرجل هو رجل محب لمصر جدا جدا جدا، وكل الأندية المصرية طبعا، وأيضا محب لهذا البلد وعاشق لتراب هذا البلد. وبالتالي إحنا كمصريين وكأهلوية بقى تحديدا بنحب هذا الرجل جدا 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 جدا. والقاضية ممكن، بس القاضية ممكن بصوتي مش هتعجبكم، ولكن بصوت المعلق الكبير عصام الشوالي أعتقد هتعجب حضراتكم. يا أستاذ عصام أهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن إسلام، تحية ليك يا غالي، إن شاء الله المحبة دائمة، ونشكرك على ما قلته فيا. معناها إن شاء الله أنا شرف نكون مع جمهور الأهلوية وجمهور الكرة المصرية عبر قناة النادي الأهلي. شرف لينا يا أستاذ عصام، لأن أنت بالفعل واحد من أقرب المعلقين في الوطن العربي وفي العالم كله لقلوب المصريين. دايما الإفيهات بتاعتك معلقة معانا، دايما القاضية ممكن لغاية دلوقتي ترند على تويتر، بقالها هو شهرين ونص ولا شهرين، فيعني حاجة جميلة جدا، وكل الأهلوية بتحب هذه الكلمة، وكل الأهلوية بتحب عصام الشوالي. يعني لك في القلب مكانة كبيرة. إن شاء الله تكون ديما من نجاح، النجاح إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ عصام. يعني طبعا حضرتك عارف مدى تعلق جمهور النادي الأهلي بهذه الكلمة بالقضية ممكن، اللي بسببها إحنا بنلعب في كأس العالم للأندية دلوقتي، وهنلاعب بايرن ميونخ بكرة إن شاء الله. لو تقدر تقول لي كواليس القضية ممكن، هل انت بتحضر الحاجات دي قبل ما تتكلم عنها، ولا هي بتيجي حاجة عفوية، ولا ايه اللي حصل؟ والله يا كابتن، معناها كما نقولوا واحد هذا قسم، هي توفيق من عند الله، هي رضا والدين، توفيق من عند ربي سبحانه، يعني هكا تجي معك الكلمة. في أشياء الحقيقة تحضر وهي الدخلات وكذا، لكن أشهر ممكن الإفيات اللي قلتهم خرجت معي صدفة أصلا في القاضية ممكن. أنا ما اكتشفتها وما فهمتها وشو قلت أنا إلا لما شفتها ترند في يعني في السوشيال ميديا وأخذت بعد آخر، فهمت؟ أنا إنسان يعني ما نعرفش بالمصري صح أو لا، أتخمر يعني يعني أعيش الماتش بكامل جوارح. ففي بعض الأوقات يعني أنا أقول دائما وعلق على الهواء وكلام في الهواء طار، معناها سبحان الله، هو توفيق من عند ربي نحمده ونشكره، معناها وجات معناها بالفعل هي قاضية في وقت قاتل في بطولة تاسعة عندها معزة خاصة للنادي الأهلي من سنوات، فمعناها هكذا يكتب التاريخ يمكن بالنسبة للمعلق مثل اللاعب مثل النادي مثل الجمهور. يعني لا، هي كلمة تاريخية وأصبحت في التاريخ الحقيقة، وستظل في قلوب وعقول كل جمهور النادي الأهلي على مدى يعني منذ أن قيلت هذه المقولة والغاية لما يعني ربنا ويدينا ويديك طولة العمر. أعتقد ستظل هذه المقولة أمين. مقولة كبيرة جدا جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن والكرة بتتشاط يا أستاذ عصام، هل حضرتك كنت شايفها هتخش جون، ولا أنت بس مجرد أن أنت القاضية في الوقت ده فعشان كده قلت الكلمة دي؟ هو يمكن إحساس وتوفيق مثل ما كنت انت يا كابتن منور بانطلاقاتك وتمشي معك الكوره واهداف، هي جات توفيق. انا شفت الكوره مليانه كما تقولوا انتم في مصر، ساعات يقول لك شوت الكوره كالكرباج، معناها يشوتها بكامل قوته وكذا، وقتها افشى يعني طلع الرجل وكذا وشوف مقابل الزاويه، حسيت انها كانها ممكن هي بالفعل الحاسمه، لذلك طلعت من فمي القاضيه ممكن، وبالفعل كانت هي اللي حققت حلم الملايين بتاع عشاق الاهلي. استاذ عصام، ما تفتكر القاضيه ممكن تحصل بكره في ماتش الاهلي وبايرن ميونخ؟ والله انا نحب نقول من جانب تاريخي. ايوه، من جانب تاريخي ومن جانب واقعي، القاضيه ممكن، لانه الكوره علمتنا اول شيء انه 90 دقيقه هي حقيقه الميدان. رقم اثنين، الانديه المصريه والكره المصريه تالقت كثيرا في المنافسات هذه الدولية اللي فيها الفوارق الفنية كبيرة للأوروبيين، ولكن على الميدان شفنا كرة أخرى.
شفنا مصر البرازيل في كاس القارات، شفنا الانتصار التاريخي على سكوادرا الزورة ايطاليا، نعرف من نتائج الكره المصريه الزمالك ضرب نادي ويست هام في الطاف نتاع ويست هام 5-1 والثعلب وقت حماده امام. نعم. الاهلي نفسه يا كابتن فاز على بايرن ميونخ وهو بطل اوروبا في السبعينات، فاز عليه 2-1 وفي هدف تاريخي لبيبو الخطيب. النادي الاهلي في السبعينيات عمل مع ميونخ جلادباخ 2-2، عمل في الستينيات وبنفيكا بطل اوروبا 2-2، عمل الانتصار التاريخي على ريال مدريد. شوف انت الستينات سبعينات ثمانينات 2001 يعني لما لا تكون 2021. في عوامل ايضا ممكن تخلي مباراتنا عكس ما نشوف الافيهات الان على السوشيال ميديا، وانو البايرن في طريق نتاع 6 و7. انا اقول لك محال، لانه انت لاعب دولي ولاعب في النادي الاهلي وتعرف قيمه التيشيرت وقيمه الفانيلا وقيمه الروح وقيمه ايضا اللاعب الاهلي والمصري فنيا ونفسيا وبدنيا. ايوه. نقول النادي الاهلي عنده دوافع للتحدي، عنده ايضا القدره انه يقدم مباراه كبيره. انا في رايي الاوبجيكتيف الهدف الرئيسي للنادي الاهلي من البطوله هذه خلينا نحكيه كابتن اسلام، هو انه يطلع على منصه التتويج، وصل سيمي فاينل، الان خطوه اخرى يجرب نفسه مع بايرن، يلعب مرتاح، الضغوط على بايرن في الاخير ليست على الاهلي. زي المباراه اللي فاتت الحقيقه، مباراه الاهلي والدحيل، اعتقد كانت الضغوط على الدحيل ما كانتش، او كانت الضغوط على الاهلي انا اسف مش على الدحيل، وبالتالي الاهلي صعد. صح. نعم قلت لك صح 100%. انا كنت حتى عملت معناها عمود في موقع الكتروني وين وين، قلت انه الاهلي كفرقه وبشكل حالي الفرقه هو المرشح للفوز، وبالتالي بالفعل الضغوط على الاهلي في ماتش الدحيل عكس ماتش الغد اللي الاهلي خلاص معناه وصل الاوبجيكتيف تبعه والسيمي فاينل. أيوة. يلعب مع بطل اوروبا واقوى نادي الان في العالم. استاذ عصام، تعلقت على مباريات تاريخيه كبيره جدا في جميع البطولات الكبيره في العالم كله الحقيقه، من وجهه نظرك مباراه بكره هتبقى ماشيه في اتجاه ازاي؟ يعني الاهلي يلعب ازاي؟ البايرن هيلعبه ازاي؟ من وجهه نظرك طبعا. انا من وجهه نظري نقراها فنيا وايضا نفسيا وبلاننج مخطط كل فريق. نتفقوا كابتن اللي البايرن جاي للدوحه للفوز بالبطوله، هو المرشح الاول للقب. نعم. يعني في البلان تبع بايرن انه رايح للفاينل ويربح الكاس ويروح على بالكاس على بالميرس، هذه 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 القاعده ايش تقول المنطق؟ المنطق انه بايرن لعب يوم الجمعه مباراه صعبه ضد ارتا برلين في الدوري. المعطى الثاني بايرن وصل 7 ساعات بالتاخير في رحله طويله من ميونخ الى الدوحه. وهذه عندها تعرف تاثيرها في التحضير البدني والجاهزيه. رقم 3 البايرن يعني حيلعب الماتش انه ينتصر من اجل انه يخلي قوته بعد 3 ايام البالميرس في حسابات البايرن ميونخ. هذا متفق عليه. انا نتصور حتى فليك ممكن يعني يحاول يلعب بعض البدلاء بعض الاحتياطيين. بالنسبه للاهلي شيء ثاني، الاهلي يلزم يدخل بثقه النادي الاهلي كنادي القرن في افريقيا. الاهلي ما عنده ما يخسر، مدجج بالجمهور اللي موجود في في في, في استاد الدوحه. رقم اخر انه النادي الاهلي وتاريخه يعشق التحدي في المباريات الكبيره. انا متاكد يا كابتن وتذكرني نتذكر بعضنا بالخير انه حتيجي فترات في المباراه انه الاهلي حيحرج بايرن وحيضغط على البايرن وذكرني باذن الله. فهي مباراه على الورق في افضليه بايرن للخبره، ولكن الطموح بتاع النادي الاهلي انه اول شيء يخرج ماتش يشرف، باش كي تنتهي المباراه في 90 دقيقه كل اهلاوي يقول والله شرفتونا رفعتونا راسنا كالعاده يا اهلاويه. استاذ عصام، النقطه الثانيه تعرف هذه الجزئيات في المباراه توفيق من عند الله، لو يسجل الاهلي قبل بايرن تولي مباراه اخرى. والالمان يا كابتن، الالمان يجدون صعوبات كبيره تاريخيا مع الكره العربيه. تتذكر تونس المانيا 78، تتذكر خسارتهم من الجزائر، تتذكر صعوبه فوزهم مع المغرب في الدقيقه الاخيره، تتذكر ايضا انه اصعب مباراه في طريقهم للتتويج ب 2014 كانت ضد الجزائر. بالاكسترا دائما يجدون صعوبه، لانه اللعب لنا احنا كعرب افريقيا ما يتاقلموش معاه برشا. استاذ عصام، لو المباراه بكره بتتلعب
والنادي الاهلي احرز الهدف، هتعلق عليها ازاي؟ وكان برضو الهدف زي القضيه ممكن كده زي بتاعه مجدي قفشه، هتعلق عليها ازاي؟ شوف في وقت قاتل ولا المباراه لسه؟ لا في وقت قاتل طبعا. يعني تقريب خلاص انتصرت. ده انت بتاع القاتل يا استاذ عصام. خلاص انا نحاول نجتهد في الدقيقه 90 والتعادل يسير الى اكسترا تايم. عراقة الأهلي، قيمة التيشيرت الأحمر بذكريات الإطاحة بكبار القوم في القارة العجوز. شباب الأهلي يضرب بايرن ويمر لفينال الحلم. الأهلي يحقق حلم الملايين. الجيزة، القاهرة، إمبابة شبرى من كل المحافظات وفي كل المدن، هبوط جماعي بالملايين في ليلة القبض على نادي بايرن. نادي يساوي مليارات وليست ملايين. ان شاء الله يا كابتن اسلام. يعني جميله يا استاذ عصام، الله عليك والله. اتمنى ان انا اسمعها منك بكره، لانها ده بالنسبه لنا كاهلاويه حاجه جميله جدا جدا. طيب على الجانب الاخر، الكوميكس اللي كانت موجوده على القضيه ممكن تابعتها ازاي؟ والله شوف هي الافيهات هذه طبعا تسعد المعلق واحد طبعا. انت ذكرت في شيء مهم جدا هو الجانب التاريخي. وانت لاعب كبير وحققت اكثر من بطوله مع الاهلي والمنتخب. فتعرف الاحساس هذا ايضا، حتى المعلق طبعا عنده لحظات تاريخيه انا اريد ان اؤرخها. انا ما زلت الان نقول المباراه اللي فتحت لي الطريق في لدى عشاق الكره المصريه هي مباراه الاهلي وكلوب امريكا. لما قلت ريح لك على الاريكا واستمتع ببوتريكا، بوتريكا الهرم الرابع بعد خوفه وخفره ومنقرع، وجات مباراه قبلها مباراه مصر وكوت ديفوار، وشرف لي اني علقت يعني زامله الاسطوره حماده ايمان في التعليق على اللقب 2006. ثم الحقيقه جات من بعد الصاغ وزيدان، ومن بعد جات 2010 جدو. عندي حظ الحقيقه مع الكره المصريه الحقيقه في انتصاراتها الكبيره، ماتش البرازيل التاريخي بتاع 2009 طبعا في جنوب افريقيا. يعني هو توفيق من عند الله، النيه صافيه، النيه خالصه، وربي كل واحد يعطيها لقد قلبه. فبالتالي الافيه بتاع القاضيه او مثل الحقيقه الاهداف اللي تسجلت في مختلف الفرق العربيه، لما تعلم هكا تقول حتى بعد سنوات، بعد الاعتزال، بعد حتى ربي ما يتفكر يعني ملكه يتفكر نفسه، وكل نفس ذائقه الموت طبعا. الناس تذكره بالخير، باش تذكر حتى الدور الافيهات هذه. بالطبيعه باش نقول لك ماني سعيد، بالطبيعه سعيد. جات في نهائي قرن، نهائي تاريخي، اهلي الزمالك لن يتكرر كل سنه طبعا. جات في موسم وسنه استثنائيه بدون جمهور، وسنه الكورونا عافانا وعافاكم الله، وان شاء الله نخرجوا منها سلامات. فبالتالي و250 ولا 300 مليون عربي يشاهد هذه القمه، ثلثهم في مصر. فبالتالي اكتفي بالقول كابتن اسلام، الحمد لله والشكر لله على توفيقه. الحمد لله والشكر لله. اخيرا علي معلول و الدور اللي بيقوم بيه، خصوصا في ظل ان علي معلول واحد من التوانسه القريبين جدا من تونس، كلها قريبه من المصريين تحديدا، ولكن علي معلول بقى والدور اللي بيعمله مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره ومدى قربه من جمهور النادي الاهلي. والله علي شرف الكره التونسيه. جمعيته الاصليه النادي الرصاصي، الجمعيه تالقت في تاريخيا في اللاعبين الاظهره. يعني احنا هدف تونس في كاس العالم من اهداف المكسيك اللي ربحناهم كان مختار ذويب اللي كان باك رايت، تعرف حاتم الطرابلسي ايضا كان ظهير يمين في اكس امستردام مع ميدو، كان ايضا من نجوم الصفاقسي. الصفاقسي جاب برشا ملاعبيه في الباكات من اليسار. وبالتالي علي معلول اضافه كبيره. صعب جدا، انت تعرف يا كابتن، اللي اللاعب في الدفاع في الرواق الايسر كمدافع باش يكسب هذه النجوميه والشعبيه مزبوط. في نادي اسمه النادي الاهلي. فبالتالي ما يقدر يقول وما تقدر توصفه انه كان لاعب كبير برشا علي معلول. واحنا كتوانسه الحقيقه فرحانين به ونفتخروا به وما يقدمه من اضافه، ويعطي سمعه طيبه بالطبيعه للكره التونسيه في مصر. طيب انت في القضيه ممكن قلت وي علي وي مظبوط، يعني كنت فاكر ان علي هو اللي احرز الهدف. مجدي قفشه بقى لو كان، يعني لو كنت انت من الاول قلتها كنت هتعلق عليها ازاي؟ لا هي نفس الطريقه، ما شو بنفس الطريقه بس. اتفضل.
إيه أنا في الشوطة والهدف وقت مشيت مع علي معلول السبع متقارب ولأنه علي كان متداخل في الكورة. أيوه. لا تحب الصراحة لا أخفيك تمنيت أنه علي معلول سجل جول. أنت كنت عايز علي طبعا ما فيش مشكلة. يمكن كنت أقول شعر آخر يمكن لو سجلوا علي ممكن. أيوه. لا ما فيش مشكلة المهم حد يجيبه من الأهلي وخلاص مش مهم مين بما إنك بالنسبه لكريم اهم شيء الجول يجيبها حتى محمد الشناوي ما فيش مشكله. طب عايزين نسمعها صح طيب. لا تو تو صعب جدا لما اقول لك انا ما اعرفش. وي قفشه وي بقى بدل وي علي وي قفشه وي. اسمع اي وي قفشه وي قفشه وي وقفش على فكره وانت حريف يا كابتن. لاعب عنده مستقبل كبير برشا. طبعا لاعب مميز مميز جدا الحقيقه من اكتشافات الفريق الاهلاوي في المشاركه الافريقيه خاصه في المباراه الاخيره من ماتش الوداد وانت طالع معناها كان ما شاء الله عليه يعني توب ما شاء الله عليه. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام شرفت ونورت ويعني سعداء جدا بوجودك معانا وان شاء الله بكره نكلمك ونبارك لك كعربي وكمحب لمصر دائم يعني انا بشكرك جدا على وجودك معانا يا استاذ عصام. اهم شيء نقول انه الاهلي يلزم يلعب كنادي الاهلي ما يفكرش في النتيجه. الناس الكل فرحانه باللي قدمه بوصوله للسيمي فاينل لثالث مره في تاريخه يلعب كورته يلعب بطريقته معناها ميد ان اهلي وانا متاكد انه سيحرج بايرن يعني عكس ممكن كما قلت الافيهات اللي في السوشيال ميديا تتصور انه النتيجه وسكور كبير وباير لا لا المباراه ستكون محترمه جدا والاهلي سيشرف الكره العربيه بقطع النظر عن النتيجه. استاذ عصام معلش بقى بيكلموني يعني عايزين نغلس عليك شويه ونسمع القضيه ممكن بس بقى وي قفشه وي علشان كل ده طلب جماهيري الناس كلها عماله تبعت لنا اهو قدامنا على الشاشه. اوكي بقى باهي نحاول نجتهد لانه حتى الكلام بالطبيعه كما قلت لك كوره الخيال الشاسع كوره في وسط الميدان دقيقه 87 الاهلي واحد زمالك واحد الطريق للاكسترا تايم كوره تخرج طويله من ايمن اشرف يرجع بالراس الكوره دفاع الزملكاوي كوره عن طريق قفشه والجول القاضي ممكن يا الاهلي وي قفشه وي. حبيبي يا استاذ عصام انا بشكرك جدا جدا حبيبي جدا حبيبي استاذ عصام تعبناك معانا النهارده ولكن بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا تعلم مدى تعلق كل المصريين وكل الاهلاويه بتعليقك فاشكرك على تواجدك معانا متبادل شكرا متبادل. جزيلا حبيبي شكرا وبالتوفيق وانت دائما متالق يا كابتن يا كما كنت فنان بالقدم فنان ايضا امام المزدح والميكروفون شكرا جزيلا كابتن شكرا جزيلا للاستاذ عصام الشوالي المعلق الكبير الحقيقه فقره كانت مهمه جدا جدا يكون معانا ونسمع القضيه ممكن مره تانية قبل مباراه بايرن ميونخ يا عالم ايه اللي هيحصل بكره زي ما قلت لحضراتكم كره القدم لا تعرف المستحيل كره القدم فيها كل شيء كره القدم حاجة بتحبها تعرفش إيه اللي هيحصل كرة القدم مجنونة تعرفش إيه اللي هيحصل في أرض الملعب بتعرفش إيه اللي ممكن يخش فيه جون وتجيب جونين ممكن تجيب جونين ويخش فيه جون أو جونين كرة القدم فيها نتائج كثيرة ومتغيرة جدا كما زي ما حضراتكم بتشوفوا.